ما كاين عاد دجاج محمر واللحم مبخر والريب البلدي نته فيه ما تخممش والله يديك اللي ارو او الخطية ويلي وقول لي يدك مورات غا يفلت منها زعما انت دابا هاد لابارك درتيها غير راسك حتى هو غادي نحبس لي واش تي انا خليت مصيبة هي وجيت لقيتها ولدت لي هنا ولا؟ طيبا. انت عقول لي اش باغا عدي عقول لي اش السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام تحيت لكم جميعا كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو ازول في الله مازال اخواني مستمرين في هاد الحلقات ديال قصص سلسلة مغربيه ذبحنا في الحلقه 23 يعني سبحان الله العظيم شوفوا الوقت كي كيدوز ها هو رمضان قرب يمشي أه الله يطول عمر جده مسكينه كانت كتقول لك راه يمشي رمضان ويجي رمضان راه العمر ولي كيدوز ف نتمنى لكم صيام مقبول ان شاء الله وربي يعني يتقبل منكم هذا ال... الصيام ديالكم والقيام ديالكم الصلوات ديالكم ان شاء الله لينا وجمال المغاربه وجمال الامه الاسلاميه ان شاء الله في الحلقه هذه بغيت نتكلم على واحد الشخصيه مغربيه فنيه كبيره بزاف اللي رحلات علينا يعني قبل الوقت يعني انتقلت الى دار البقاء قبل الوقت هو سي محمد البسطاوي الله يرحمه وبالمناسبه ديال تناول هذه الشخصيه هذه بغيت نوجه تحيه لسكان مدينه خريبكا انا يعني عندي بزاف ديال الناس ديال الاخوان والاخوات كيتصلوا بي من مدينه خريبكا وما جاتنيش شي فرصه انني نتكلم عليهم لكن هذه الفرصه جات باش نتكلم على واحد ابنهم ولدهم ولد المغرب اللي خرج من مدينة خريبكا اللي هو سي محمد البسطاوي الله يرحمه ويوسع عليه. كذلك أه بغيت نوجه واحد التحية للسي عبد الرحمن من مدينة اكادير. سي عبد الرحمن أحد المتتبعين ديالي اللي من مدينة اكادير. نرجعوا لموضوعنا اللي هو سي محمد البسطاوي. سي محمد البسطاوي هو ممثيل وماشي اي ممثل يعني ممثل آه بدرجة عبقري ممثل بدرجة فنان ممثل يعني ممكن تكون ممثل ولكن واش انت فنان هذا سؤال لكن آه انا نعود لكم واحد القصه كيفاش قريت انا الاخراج وكيفاش وليت كان يعني ادعي يعني ما كنقولش انا راه فاهم كل شيء ولكن آه وليت كان كنفهم قيمه الممثل كمخرج انا انا كمخرج وليت كنفهم قيمه الممثل لان هذا يعني قريته حتى هو شويه هذا يعني اداره الممثل قريتها حتى هي انا آه رباتني جده وجدي جدي الله يرحمو جده مازال الله يطول عمرها ربوني في يعقوب منصور حدا داك الدار ديال الجده كاين واحد السينما كانت قديما كتسمى سينما الباهيه شارع الكفاح شارع الكفاح راه معروف ولاد يعقوب منصور غادي يعرفوه في الرباط شارع الكفاح كاين واحد السينما كانت معروفه تما سميتها سينما الباهيه من بعد بدلو ليها سميه ولات سينما لانكس المهم واحد بناء كبير باقي كان عقل كانت الدخله في الاول بسبعة 7 دراهم واحد شويه ولات ب 10 دراهم كتمشي كتحل مع الوحده كتخرج مع مع السبعة العشية ولا العشية يعني شوفو من الوحدة حتى ال# حتى العشية جوج الأفلام أولا فيلم أمريكاني ديال الأكشن ومن بعد فيلم أه هندي هذي كانت دائما يعني أه دائما كنت كل أسبوع كندوز كنشوف دوك لي# هادوك لي زافيش كتلقى أي فيلم أه هذا الأسبوع الأسبوع القادم يعني باقي عاقل الله الا يعني بواحد ال... بواحد البلاكه ديال الخشب كيكتبوه هذا الاسبوع الاسبوع القادم أه كيديروا فيلم امريكاني أه وفيلم أه هندي ف يعني ب 10 درهم كتدخل يعني كت... كت... كت في ذوك الافلام انا فاش كنت صغير كنت شويه يعني شنو نقول لكم ما... ما نقولش منطاوي ولكن كنت كنحشم بزاف و يعني كنمشي تماير كنوقف ما زعمتش انني باش ندخل دري صغير دخل السينما حتى كبرت شويه توصلت ديك السيل المراهق وصلت 14 15 16 عام عاد بديت كنزعم كندخل فكنمشي كنقطع التيكيتا كدخل كتفرج فيلم الاول الفيلم الثاني هي غدا ف يعني كنعازل على العالم يعني في هذيك في القاعه كنعازل على العالم يعني كنحس براسي انا ما ما, ما, ما عارفش يعني انا فين كاين واش انا في المغرب ولا في شي بلاد اخرى وفي اي زمان يعني واحد الانعزال تام على الزمان على الزمان وعلى المكان فتعلقت بزاف بهذيك يعني بديك, بديك البنايه ديك القاعه كراسي طالعه هكا بمستوى يعني عمودي و... واحد الشاشه كبير راح يملأه اللي كيتعرض في هذوك ذوك المشاهد وديك القصه ديك القصه اوف خلال العرض ديال ديك القصه كنحاولوا انا حنا نجسدوا ديك الشخصيه البطل كنحاولوا ديك هذيك الاحداث اللي كنشوفوها قدامنا وديك الشيء اللي كيعيشوا البطل كنحاولوا اننا نسقطوا علينا حنا كنقول انا آه وقع لي نفس ديك الوقاليف انك انت تخيل انك انت هو داك البطل اللي قدامك هادشي الشيء اللي مع الوقت ما يعني نقول لكم ما أه شويه خصوصا فاش الانسان بدا يكبر كيقول شنو في الحياه شنو المستقبل هذا الدراسه الى اخره فما بقيتش بزاف بالسينما ما بقيتش ممكن تفرج في الافلام ولكن ماشي داك الاهتمام يعني الاساسي عندي فاحتجت الفرصة انني جيت لهنا لهذه البلاد واحد المرة وقع واحد الحدث اللي هو الحدث اللي غادي يخليني أنني نقرا الإخراج هادشي هنا في ألمانيا مشيت في يعني في الكلية في الإفها كنقرا إذا واحد البنت محجبة ما واش من ألبانيا المهم دوك الدول ديال أوروبا ألبانيا يمكن ولا كوسوفو ولا المهم اه تعرضات اه لواحد العنصريه من طرف واحد الموظف ديك الجامعه عرف شنو قال لها كفتو شي حاجه سبها بالحجاب ولا قال لها انت مغلفه ولا شي حاجه بحال هكا فرضت واحد لا لا تما في ديك الجامعه و والعقول لي زوين واللي زوين هي ان الاساتذه ديال ديك الكليه لي بروف كلهم مع واحد واحد يعني يعني تضامنوا مع ديك البنت لدرجه لدرجه ان واحد واحد البروف مشى دار جا واحد النار بالحجاب يعني هو هو راجل لابس الحجاب يعني تضامنا مع ديك البنت ف واحد البروف ديال ديال لونغ يمكن مشى عندنا قال لنا راه بغينا نديروا واحد المسابقه ديال نديروا افلام قصيره اللي يعني نحاربوا بها العنصريه وشكون اللي بغى يشارك فبداو كيقيدوا السميات وقسمونا جروبات ا جروب ا آه جروب بي جروب سي الى اخره وكل جروب غادي مثلا الا فزتي بالمسابقه غادي تاخذ مثلا واحد 200 200 250 اورو كادو وشينك ف باقي عاقل كان عندي بنت وجوج ولاد بنت وجوج ولاد هذيك هذيك البنت كاع يمكن من اليابان ولا ما من الصين ولا ما نعرف واحد جوج المان ف أه... شكون اللي يمثل شكون هذه شكون هذه قالوا لي انت خرج انت انت ديال الاخراج ف باقي عقل درت لهم واحد القصه ديال هذيك البنت محجبه وجات لواحد جوج وما نعرف شي واحد كان خصو الدم و... وهذا كان صوري في الخلق هذيك المحجبه اللي عاوناتو المهم درت واحد الفيلم قصير مشيت شريت باقي عاقل من ميديا مارك مشيت شريت واحد ديك الكاميرا ديك سوني كومباكت ديك الساعه كانوا يلاه خرجوا 2013 يمكن كانوا كيديروا شي 70 اورو كانوا دوك الكاميرات كومباكت دوك الصغيورين ف شريت كاميرا وكدا وهاتي والطقطاق ومشينا صورنا في التران واحد الحاله المهم دوزنا داكشي فتعرض الفيلم فيلم قصير فوي تعرضت جاوا فسلينا شفت واحد حالة دهول يعني اثناء العرض شفت حالة دهول كلشي جالس كيدير هكا باقي عاقل في واحد لاصالت لافورماتيك كلشي كان كيدير بحال هكا كلشي مبلوكي كلشي مبلوكي فانا جالس اللور وكنت كنشوف انا ما مركزش انا مع الفيلم مركز انا مع الملامح ديال الناس فاتسالا وكان واحد المشهد نهائي هذيك البنت واقفة آه هي وداك العنصري واحد المشهد وبغاو يتسالموا الى اخره ف الاخر فاش طلع داك الجينيريك كنت باقي باقي عقل صوفتو مونطيتو غير بويندوز ويندوز ميكر اللي كنت باقي عاقلين عليه داك السوفتوير الفابور ديال ويندوز ديال المونتاج كان كانت ديك الخلفيه كتكون زرقاء مهم طلع واحد شويه الناس بداو كيديروا دوك البروف ودوك التلاميذ تقريبا شي خمسة دقائق ف تما قلت علاش انا ما من... نقراش الاخراج ف لقيت واحد المدرسة هنايا في هامبورغ مشيت قريت تما الاخراج والحمد لله شديت الدبلوم والدبلوم انترناسيونال يعني عالمي محمد البسطاوي علاش علاش انا تكلمت لكم عليه لان محمد البسطاوي يعني بحكم خبرتي انا ودراستي الاخراج محمد البسطاوي واحد الممثل اللي انا كمخرج مثلا سهل انني باش نخدم معاه محمد البسطاوي هو داك الممثل اللي ما كيتصنعش التمثيل اللي هو طبيعته يعني فاش كيمثل ما انه كيمثل يعني فاش كيمثل هو كيعيش الحدث وهذا النوع من الممثلين قلال بزاف خلال بزاف يعني محمد البسطاوي راه من الشاكله ديال احمد زاكي مثلا ولا الدينزل دينزل دابا في امريكان ولا احمد زكي في مصر ولا البسطاوي عندنا داك الممثل اللي منحوت يعني كما كنقولوا منحوت هو ديجا منحوت ما كت... انت يعني انت كمخرج ما ما كتجلش معاه وتاخذ معاه وقت وما كتبدلش معاه مجهود باش توصل ليه انت مكنون الشخصيه اللي بغيتي هو يديها فهو ديجا يعني واجد محترف ما يعني ماشي محترف انه دار بزاف الافلام ولكن محترف انه يعني واجد بسيط آه منحوت يعني منحوت هو ديجا منحوت فهذا هو محمد البسطاوي البساطه في الاداء والعبقريه في الاداء و يعني ما كيتصنعش وممكن يدير لك اي دور بلا ما يتصنع بلا دابا مثلا في هذا رمضان دابا اللي هذا رمضان هذا كنشوف شي يعني شي سلسلات كتلقى الممثل بحال اللي كيبغي يعني اما كيعرض كيعرض يعني قال بحالك بحال داكشي ديال المحفوظات ديال بكري كتلقى هو ماشي كيمثل كيعرض كيعرض الحوار او لا كيتصنع تمثيل بسهوله تعرف انه هو كيمثل يعني بسهوله يعني مثلا هو كيقوم بواحد الدور ديال مثلا نجار مثلا او حداد او صباغ او بوليسي او لا قاضي او اي دور انت انت كمشاهد فاش كتجلس كتشوف فيه ما كتشوفش ان راه قاضي كيهضر مثلا او لا بوليسي كيهضر او لا نجار كيهضر او لا حداد كيهضر او لا تلميذ كيهضر او لا مجرم كيهضر او لا يعني نصاب كيهضر لا كتشوف ممثل كيمثل فهنا كتعرف بان الممثل راه فاشل او لا المخرج ما استطاعش انه يعني ينحد هذاك الممثل لان غالبيه غالبيه الممثلين عندنا في المغرب كتلقى المخرج كيحطو في واحد الدور اللي هو يعني ما اما يقتل الشخصيه ديالو يعني هو كممثل او لا يعني يقتل العمل كله علاش لان احنا باك صاحبي راكم عارفين باك صاحبي وكذا والمخرج المخرج هو بغى ياكل طرف الخبز والمهم داكشي اللي عندك كيخدم به وصافي باش يطلع على ديك السلسله رمضان ولا ما عرفت فمحمد البسطاوي عندك هو واحد الممثله اخرى كبيره مغربيه اللي غادي نهضر عليها حتى هي وهنا بالمناسبه بغيت نعتذر يعني الجنس اللطيف لانني درت هير شخصيه وحده من النساء لكن غادي نعاود ان شاء الله غادي ندير واحد الممثله كبيره حتى هي مغربيه اللي هي بنفس الشاكله ديال محمد البسطاوي الله يرحمه اللي على نفس المدرسه ديال ديك الاداء البسيط الاداء الطبيعي ديال, 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 ديال محمد البسطاوي الله يرحمه رجعوا للشخصيه ديالنا شكون هو محمد البسطاوي شكون شكون هو هذا السيد هذا شكون هو محمد البسطاوي هو كما قلت لكم في الاول من ابناء مدينه خريبكه تزاد في 1 يناير 1 يناير 1954 أكبر كايوا الشباب المغاربه شاب عادي بسيط فقد في الطفوله ديالو والشباب ديالو حتى توجه بدايه الثمانينات للديار الايطاليه على غرار دوك الناس ديال خريبكا والفقيه بن صالح مشى للطاليان بدا كيخدم لكن ما سيد ما يعني ما عجباتوش الطاليان ماشي ما عجباتوش الطاليان يعني ما قدرش يستحمل الغربه ف دابا حنا الناس كيبغيو يهاجروا من المغرب لاوروبا وداكشي الشيء شوفوا السير يعني ما جلسش بزاف في قلت خمس سنين ما كملاش رجع للمغرب رجع للمغرب أه... قرر انه يدخل للتمثيل اكيد ان غادي تكون عنده يعني اسباب ديالو اكيد انه غادي يشوف انه كيميل لذاك الفن ان اكيد انه كيحكي يحب التمثيل كيحب الفن الى اخره داكشي كيكون عنده هبه الهيه الله سبحانه وتعالى عطاه هذيك الموهبه ديال الاداء الفني فهو قرر انه يمشي في هذا يعني في هذا السياق هذا وفي هذا المشوار هذا الكبير أه فبدا بطريقه عصاميه ما ما دخل لا معهد ما قرا لا تمثيل ما والو أه بدا اول حاجه خدم في واحد الفرقه مسرحيه مع محمد خوي ومع يوسف الفضيلي من اللي هنا بدا السي البسطاوي الله يرحمه خدم في المسرح الى ان خدم في واحد على القلدة إذا كنتو كتعقلوا على هذا الفيلم هذا هنا غادي يسطع النجم ديال 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 على الاقل ديال السي محمد البسطاوي الله يرحمه فبسبب اداؤه لهذه الشخصيه ديال على القلده خدا محمد البسطاوي الله يرحمه خدا النجمه الذهبيه في مهرجان القاهره يلا دابا تخيلوا معايا محمد البسطاوي ياخذ جائزه في مهرجان القاهره في مصر في مصر يعني بلاد مالي الشغل فهذا يدل على شيء فإنما يدل على آه يعني على المكنون الفني وعلى السيد عنده كما كنقولوا حنا يعني السيد تبارك الله عنده كذلك في 2013 الحمد لله بعدا الحمد لله بعدا كرموه هو في الحياه ديالو لان غالبيه الفنانين المغاربه مساكن ما كيتكرمو حتى كيموتو ف في 2013 في ميراجان مراكش الدولي الفيلم تم التكريم ديالو أه اخر فيلم مثلو هو جوق العميين اللي قام بالاداء دور بطوله فيه فمحمد البسطاوي الله يرحمه كما قلت لكم عنده عده افلام من بينها كنوز الاطلس 97 وداعا فوران 98 اسرار صغيره على القلدة 2003 الف شهر رحيل البحر حتى اشعار اخر باب البحر الطرفاية طيور على أشكالها تقع طلب عمل انكسار يا له من عالم رائع احنا كمشاهد مغربي تعرفنا على السي محمد البسطاوي ماشي في الافلام بل تعرفنا عليه اكثر في المسلسلات وكان اول مسلسل اللي تعرفنا فيه على السي محمد البسطاوي الله يرحمه هو سرب الحمام اللي كان داره سنه 1998 مع السي رشيد الوالي الله يذكره بالخير اللي كانوا ليه التحيه من هذا المكان الممثل الكبير ديالنا وكذلك نور الدين بكر وعده ممثلين كنعتذر الى نسيت الاسماء ديالهم كذلك دار ولد ولاد الناس 99 يعني 98 99 ولاد الناس شوفوا فيلم مسلسلات تبارك الله ولاد الناس دارت بوراء سرب الحمام هاد الافلام هاد المسلسلات كلهم ما كيتنساوش كيبقاو محفورين في الذاكره ديال الجيل ديالنا الفين دار دوار الزمان تا هو دوار الزمان مع سي عبد القادر مطاع وفاطمة تيحيت وهاد القامات كبيرة ثم نزل جنا الكرمة في الفين وجوج صقر قريش في الفين وثلاثة خطر رجعات من المسلسلات الكبيرة وجع التراب في الفين وستة شريكتي مشكلتي الفين وسبعة عبد الرؤوف مثل دار مسلسل كوميدي مع عبد الرؤوف حال شحال مجدوب ياك حنا جيران ديما جيران كنا جيران مداولة درها ما بين 2012 و2013 كنزه في الدوار ودار الغزلان درها في 2014 حتى يعني رحل عنا هو في يعني باقي صغير يعني 60 سنة راه دابا في هذا العصر على 60 عام راه باقي صغير يعني 60 عام راه تبارك الله شوفوا موتي الله يطول عمرهم راه كتلقى تمارين ومازال خدام فمات السي محمد البسطاوي نهار 17 ديسمبر 2014 في, المستف... في المستشفى العسكري في الرباط كان عمر كما قلت هنا 60 سنه لانه كان مريض في يعني عنده انتفاخ في احدى الكليتين ديالو وتوفى شوف سبحان الله العظيم توفى في اللحظه اللي كان كيدير واحد الاعلان على التبرع بالدم يعني هو كان جالس في المستشفى العسكري في الرباط كان كي يعني كيدير واحد الحمله ديال الإعلان التبرع بالدم وتوفى يعني في هذاك النهار ودفنوه في, في الروضه اللي مدفون فيها الاب ديالي الله رحمه حاليا هي مقبره الشهداء في الرباط يعني نفس الروضه ان شاء الله المره الجايه لمشيت للرباط غادي نزورو هو ونزور الاب ديالي ونزوره جميع العائله اللي مدفونه في ديك الروضه الله يرحمهم وجميع الناس كلهم اللي مدفونين الله يرحمهم والله يلحقنا عليهم ان شاء الله بدون ذنوب وبدون ظلم شي حد و... وبضمير مرتاح هذه كانت شخصيه ديالنا الاخوان ديال سي محمد البسطاوي أه قبل ما نختم هذا الفيديو دابا ما بقاوش بزاف ديال يعني ديال الايام دابا بقات هذه يعني هاد الحلقه نحطها وحلقه اخرى كتسولوا عليا لان ما حطيتهاش وعاد شوفوا العيد يمكن حنا عندنا الخميس يمكن ولا الجمعه حنا عاد... لا, لا الخميس المغرب يمكن يجي الجمعه المهم بقاو شي خمسه ولا سته ديال الحلقات الحلقه الاخيره الحلقه الاخيره ان شاء الله بغيت نديرها اوبن كيفاش اوبن يعني كل واحد منا عنده الاب ولا عنده الام ديالو ولا عنده شي واحد من يعني خصوصا يعني بغيت على على الوالدين الاب والام لان الاب والام هما اللي كتلقى حياتهم مليئه بالنضال وبالكفاح وبالتضحيه من اجل يعني تربيه ديال اولادهم الى اخره وانهم كيسمحوا بزاف الحوايج يعني في خاطر ان اولادهم يكبروا بخير ويوفروا لاولادهم لقمه العيش ولا اخره وداك الحياه باش يقراوا الشيء فدائما كتلقى الدراما دائما كتلقاها في هذا ال... في هذا ال... يعني في هاد ال... في البلاصه عند الاب والام عند الاب وعند الام فلهذا الاخوان شي واحد شي واحد منكم من هذا المتدبع الكرام ديالي الى بغى يشارك القصه ديال الاب ولا الام ديالو وعلى التضحيه ديالو كيفاش بداو وعلى الشاكله ديال في قصص ديال شخصيات مغربيه فيرسلها ليا وانا نشوف ان شاء الله القصه الاكثر دراما وغادي ننشرها ان شاء الله في الحلقه الاخيره يعني تكون الحلقه الاخيره ديالكم نتوما نتوما اللي تختاروا الشخصيه اللي تكون قريبه لكم لان يعني, يعني ماشي بالضروره خصك تكون عظيم باش تكون مشهور او لا تكون خصك تكون معروف كاينين ناس عظماء يعني وما مشهورينش فتحياتي لكم الاخوان نتمنى هذه الحلقه دي تنال رضاكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه ديال غدا مع شخصيه جديده تحياتي <applause>